طبيعي قرية بالخ قرية تاريخية من جميع النواحي، له تاريخ عظيم. ومن الناحية التي يجب علي أن أتكلم عنها الناحية الدينية، قرية بالخ قرية كما سمعت من الأشخاص الذين سكنوا هنا ولهم عمر طويل، أشخاص معمرين، يقولون منذ أن أسست تلك القرية فلم يخلو عن الخطيب والإمام. والحمد لله بالنسبة إلي منذ سنين كثيرة أنا الآن مستمر على الخطبة والخطابة والإرشاد الديني لدى هذه القرية. فسكان هذه القرية لهم الحمد لله شوق عظيم وإقبال على الجمعة وأداء الفرائض الدينية ومنها صلاة الجمعة، فأنا أشهد لهم بالخير على إقبالهم على الطاعات والعبادات وأدائهم الفرائض الواجبة عليهم كما السنن أيضا كذلك. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. من ذاكرتنا في زمن آبائنا وأجدادنا كان عندنا في قريتنا مسجد تم بناؤه من الطين،
وفي عمليات الأنفال حرق المسجد. وبعد انتفاضة 1991 الخيرون من أهالي القرية قاموا ببنائه من جديد، وكان فيه إمام وخطيب أيضا. وبعد فترة من إعادة تأهيله من قبل الأهالي قررت الحكومة بناء مسجد جديد لنا وعبر إحدى الشركات، وبمتابعة من مدير الناحية كاك صبا وكاك بهروز محافظ السليمانية. ورغم وجود أزمة اقتصادية الشركة المنفذة قررت عدم إيقاف عملها، وذلك بسبب تعاوننا معهم باستمرار، ونحن نشكرهم على موقفهم النبيل. فقريتنا دائما كانت ولا تزال فيها أناس طيبون، وساعدنا أهالي المنطقة في عمل الخير، ولم نفعل يوما أي شيء نضر به الآخرين. الحمد لله رب العالمين على هذا كله. في البداية نرحب بكم ونبارك لجميع المسلمين قدوم شهر رمضان، خصوصا الشعب الكردي وأهل قريتب وشاربزير. عموما أشكركم لقدومكم لقرية بالخ. بعد بنيان المسجد قالوا لنا سنساعدكم لكي نعمرها بالإسمنت، وكان المسجد سابقا قد بني من الطين، وبمساعدة أهالي القرية بنينا مسجدا جميلا. وبعد فترة أهل القرية اقترحوا على الحكومة تكبير المسجد، وكانت قريتنا مزدحمة ومنطقتنا منطقة سياحية يزورها الكثير من السياح في أيام الجمعة. وبعد اقتراحنا على حكم صباح مدير الناحية قام بدوره برفع الطلب إلى قضاء الموت وقضاء شاربزير، لأن قريتنا تابعة لقضائين لتصديق هذا الطلب. في المسجد مكان للجمع والجماعة، وهناك مصلى للنساء، ومكان للعزاء تحت، ومكان جيد للوضوء. وهذا ماء جميل صاف فيه بركة ماء، وأتم مد أنبوب إلى حوض مياه نقية وصافية وصالحة أيضا للشرب. لسر دوري أم حوزة كوبونوف شونشي. Thank you.
هاي خواي بخشن دو مهربان. نبارك لجميع المسلمين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، ونرحب بكم جميعا. قرية بالخ واحدة من 12 قرية تابعة لوادي جافايتي التابع لناحية كابيلون والتابع لقضاء ماوت. قريتنا تعتمد على الزراعة ورعي الحيوانات ومحصول أشجار الفواكه وخاصة العنب. عندنا كثير من حدائق العنب الأبيض التي تشتهر بها قريتنا، وهو نوع من العنب طعمه ممتاز وحلو المذاق جدا. كان سكان القرية يعملون بزراعة التبغ والحنطة والشعير والحمص والعدس أيضا، وكان عندنا حيوانات كثيرة خاصة في فترة ما قبل سبعينات القرن الماضي. إذ لم يهاجر إلا القليل منهم، لأن المياه متوفرة بقريتنا أكثر من باقي القرى الأخرى، واعتمادنا الأساسي على الزراعة. تشير الآثار التي عثر عليها إلى أن تاريخ قريتنا قديم جداً ويعود إلى آلاف السنين، وتوجد آثار المسيحيين واليهود القدامى في أطراف القرية وحتى في داخلها، فقد كانت مركزاً للقرى الأخرى مثل قرية كابيلون وولاغلو وكاريزا وكوناماسي وبايزاوا وقرية كولتك. كان في قريتنا ومنذ قديم الزمن مدرسة ومستشفى ومسجد، وكان لدينا في جميع الحقب الزمنية شيوخ ملة وفقهاء يدرسون في المسجد، وكانوا مصدر العلم والمعرفة لجميع سكان القرية، ومنهم ملا عثمان الكبير الذي كان يقصده الكثيرون من طلاب القرى المجاورة للتعلم في مدرسته الدينية. وكان أهل القرية بدورهم يساعدون الملا وطلبة الفقه بما يستطيعون. نرحب بكم في قريتنا الجميلة بالخ، قرية شاعر محوى. هذه القرية لديها تاريخ قديم، فقد كان اسمها قبل أن يأتي العثمانيون إلى المنطقة دوجومان، وبعدها غيروا اسمها إلى بالخ ويعني السمك. القرية كان بها الكثير من السمك، وكان عندنا مسجد وأئمة وخطباء جيدون، كانوا يدرسون طلابهم في المسجد حتى عشرينيات القرن الماضي عندما تم افتتاح المدارس. هذا المسجد كان مصدراً للعلم والمعرفة، وكان الطلاب في عموم المنطقة يأتون إلى هنا للدراسة. بعد الانتفاضة وإعمار القرية تم بناء مسجد جديد ومدرسة جديدة ومستشفى أيضاً، ومنذ خمسينيات وستينيات القرن الماضي تم افتتاح مدارس أخرى إضافية. بالخ هي القرية الوحيدة التي لديها مدرسة ومستشفى من بين 12 قرية مثل كابيلون وولاغلو ودولبيشك وكاريزا وكوناماسي، وجميع أهل تلك القرى كانوا يأتون إلى قريتنا ليدرسوا فيها. عندنا أشخاص مثقفون ومتعلمون، والأستاذ محمد هو شاعر أيضاً وله ديوان شعري رحمه الله تعالى، الآن هو مفارق للحياة. فقرية بالخ نستطيع أن نقول إنها مركز للقرى التي حولها، لأن القرى التي حول بالخ كقابيلون وبلاغلو والقرى ككوناماسي، هذه أسماء كردية
تلك القرى يأتون أغلبهم أو أكثرهم أو بعضهم عندما لم يكونوا لهم خطيب يأتون إلى بالخ ويؤدون فريضة الجمعة، والحمد لله الآن لهم خطيب. فقصدي بهذا أن القرى الأخرى يعني كان زمن ولم يكن لهم خطيب، ولكن قرية بالخ دائما الحمد لله كانت عامرة بالخطبة والإمام والخطابة. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله